السلام عليكم مشتركي ومشتركات قناة صفية، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة، واللي غادي يكون عن الهجرة. ودائما في سلسلة الفيديوهات المتعلقة في الهجرة، فاليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم فيديو تتم الفيديو السابق اللي درت على القرعة العشوائية الأمريكية. فاليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفية التسجيل خطوة بخطوة في القرعة الأمريكية، بلا ما تحتاجوا تمشيوا عند شي حد اللي يصاوبها لكم، فهي سهلة وغادي نوريكم إن شاء الله، وغادي تصاوبوها بوحدكم وعلى بركة الله. نبداو الفيديو ديالنا. فاول حاجه غادي ندخلوا على جوجل، غادي نكتبوا ديفي لوتري 2021، وغادي يتفتح لينا هاد الصفحه. غادي ندخلوا على الكترونيك دايفرسيتي فيزا لوتري، غادي ندخلوا عليها وغادي تخرج لينا هاد لاباج. كاين داك الفوق ويلكام، ومن بعد كاين الانستراكشن، يعني الطريقه ديال التسجيل في القرعه الامريكيه وشكون الدول اللي مسموح بهم باش الناس يتسجلوا منهم. وكاينه الصوره، اكزامبل ديال الصوره كيفاش خاصها تكون. فبالنسبه للصوره انا دائما تنصح الناس يمشيو عند مصور ويتصوروا، يقولوا لي بغينا صوره لقرعه امريكا، فهم كيعرفوا كيفاش كتكون، يعني تكون الخلفيه ديالها بيضاء وتكون 600 على 600، فهم كيعرفوا جميع المعلومات وما يكونش فيها لا فوتوشوب لا حتى شي حاجه. وغادي نفتح باش نوريكم الاكزامبل ديال الصور كيفاش خاصها تكون. فالصوره كيف ما تتشوفوا فخاصة دائما تكون الخلفية ديالها بيضاء، هاي كيف ما تتشوفوا، وخاص الوجه يكون باين كله. بالنسبة للبنات اللي دايرين الحجاب خاص الوجه ديالهم يكون باين، ما يغطوش يعني بزاف، وخاص يعني الواحد ما يضحكش في التصويرة، ما يديرش شي نظارة ولا شي حاجة، خاص الصورة تكون عادية. وهنا غادي نشوفوا بعض الصور اللي مقبولين، بحال هذه الصوره دابا هي راه مقبوله، الخلفيه ديالها بيضاء وعاديه، الوجه كله باين. ولتحت كيبينوا بعض الصور اللي ما مقبولين. شو غنرجعوا لاباج ديالنا الاولى، وغادي نضغطوا على داك الاخضر وغادي ندخلوا، غادي يخرجوا لينا هاد الحروف كيعطوهم لي يعطوهم، كنكتبوا هذوك الحروف لتحت. من بعد ما كتبنا هذوك الحروف فكنديروا سابميت، وكتخرج لينا لاباج اللي غادي او الصفحه اللي غادي نعمرو. هاد الصفحه اللي فيها المعلومات ديال الشخص اللي غادي تقدم للهجره للقرعه العشوائيه، فكاين النقطه الاولى هي الاسم، فكاين لاست نيم اللي هو الفاميلي نيم يعني الاسم العائلي، فيرست نيم اللي هو الاسم الشخصي، يعني كتكتب الاسم الاسماء ديالك. وكاينه الميدل نيم، بما انه حنا يعني في المغرب ما عندناش الميدل نيم، فكتقول بانه ما عندكش الميدل نيم. فيما يخص النقطه الثانيه فهي متعلقه بالجندر او الجنس، فكنختار واش ذكر ولا انثى. اما النقطه الثالثه وهي البيرث ديت، يعني تاريخ الازدياد، فكنكتبوا تاريخ الازدياد، المانت اللي هو الشهر، والداي اللي هو النهار، واليار اللي هي السنه، يعني تاريخ الازدياد ديال الشخص المتقدم. وبالنسبه للنقطه الرابعه اللي هي سيتي وير يو وير بورن، يعني المدينه اللي تولدتي فيها، بحال بالنسبه للمغرب كنديروا واش كازا ولا الرباط ولا مراكش ولا يعني كدير المدينه اللي انت تزاديتي فيها. والنقطة الخامسة هي الكانتري وير يو وير بورن، يعني الدولة اللي تزاديتي فيها، بحال بالنسبة لينا حنا كنديرو المغرب، كتجيو هنا لهاد السهم صغيور كحال تتورك عليه وتتكتب الدولة اللي انت منها، المغرب ولا مصر ولا الجزائر ولا تونس، يعني الدولة ديالك. بالنسبة لينا حنا هنا غادي نختار المغرب، وغادي نطلع شويه باش نشوفوا النقطه السادسه واللي هي الكانتري اوف اليجيبيليتي، يعني حنا مادام درنا المغرب يعني المغرب، يعني هنا كيهضروا على الدول اللي يمكن ليها تقدم لهذه الهجره العشوائيه. وبالنسبه للنقطه السابعه فهي متعلقه بالجواز السفر، يعني الباسبور،
فكيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، اي واحد غيقدم على الهجره لامريكا في هذا العام فهم زادوا يعني معلومات على جواز السفر، فضروري يكون عندك جواز سفر يعني ساري به العمل ما غير منتهي، الصلاحيه ديالو يعني ما منتهياش. فكتكتب كتجي لهنا المعلومات ديال الباسبور، كتكتب last name اللي هو الاسم العائلي، وكتكتب first name اللي هو الاسم الشخصي، والميدل نيم غنديرو نو ميدل نيم كيف ما درنا في الاول، وكدير الباسبور نمبر اللي هو الرقم ديال جواز السفر كتكتبو بحال مثلا HD، وكتدير دوك الارقام، وكتجي الباسبور expiration date يعني تاريخ انتهاء صلاحيه جواز السفر، فكدير الشهر، وكدير الدي اللي هو النهار، وكدير الير اللي هي السنه يعني امتى غيسالي لك داك جواز السفر، وهنا الكانتري فين خديتي داك جواز السفر. بحال بالنسبه في المغرب راه كتاخذو من المغرب يعني غادي دير المغرب، ولا خديتي مثلا من شي دوله اخرى راه كدير الدوله منين خديتي الباسبور ديالك. فبالنسبه ليا انا هنا غادي نختار المغرب، غادي نجيو ندوزو للنقطه، هذيك النقطة بي فكيهضروا على الناس اللي معفيين من تقديم جواز السفر، يعني ما كيكونوا ما عندهمش جواز السفر لأسباب ما. المهم أما بالنسبة للنقطة الثامنة فهي متعلقة بالصورة، يعني تقديم ديال الصورة، فكتجي هنا كتكون تدير تشوز نيو فوتو، تكون حاطه انت عندك في الديسكتوب ولا في الدوكيمنت ديالك ولا في اليو اس بي ديالك، فكدير لها تيليشارجي، وملي كتيليشارجي راه كتخرج تما لتحت باش تعرفها راه تيليشارجات. والان غادي ندوزو للميلين ادريس واللي هي العنوان، ففي الاول عندنا ان كير اوف يعني كتكتب الاسم ديالك وهو اختياري، تقدر تكتبها تقدر لا، فبي كتكتب الادريس ديالك فين انت ساكن، وكاين السيتي فيها ادريس واحده اخرى ولكن اختياريه، يمكن ديرها يمكن ما ديرهاش. من بعد كاين السيتي اللي هي المدينه اللي انت كتعيش فيها، في مثلا الدار البيضاء، الرباط، القنيطره، مكناس، وكاينه ديستريكت ولا البروفنس ستيت، فهي المقاطعه اللي انت تابع ليها، بحال مثلا في كازا عندنا مقاطعه الحي المحمدي عين سبع، يعني المقاطعه اللي انت تابع ليها. وكاين عندنا البوستل كود اللي هو الرمز البريدي، خاصك دير البوستل كود ديال المنطقه اللي انت فيها، ويلا ما عرفتيش كدير ليهم نو زيب كود يعني ما عنديش رمز بريدي الا ما عرفتيش. وكندوزو الكانتري اللي هي الدوله اللي انت عايش فيها، مثلا المغرب ولا تونس ولا الجزائر، يعني الدوله اللي انت عايش فيها وكتقدم منها الملف ديالك. والان غادي ندوزو النقطه العاشره واللي هي كانتري وير يو ليف توداي، فهنا بطبيعه الحال غادي نديرو الدوله اللي حنا عايشين فيها، مثلا كيف ما قلت لكم يعني نعاودها المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا مصر، يعني الدوله اللي انت عايش فيها. والنقطه 11 هي الفون نمبر، هذا الفون نمبر كتبقى اختياريه، تقدر ديرها تقدر ما ديرهاش، ولكن من الاحسن ديروها زعما كاين. والنقطة 12 اللي هي الايميل ادريس، وهذه نقطة مهمة ومهمة جدا، يعني ضروري تحطوا واحد الايميل ديالكم اللي حيت هذاك الايميل هو الا تختاريتو هو اللي غادي يصيفطوا لكم فيه انكم تختاريتو، وغيصيفطوا فيه الا بغاو شي اوراق من عندكم ولا اي حاجة، يعني يبداو يتعاملوا معاكم عن طريق هذاك الايميل، يعني تحط الايميل ديالك الصحيح تكتبو ف ا وتعاود تكونفيرميه في بي، تكتبو جوج المرات. وبالنسبه للايميل فمن الاحسن ديروا ايميل جديد هو اللي تدفعوا به لهاد القرعه الامريكيه. وغادي ندوزو النقطه الثانيه 10 واللي هي ليفل اوف ايديوكيشن او المستوى الدراسي ديال الشخص المتقدم. فبالنسبه لهاد المستويات فهم حاطين هنا البريمري سكول، يعني عندك غير المستوى الابتدائي ما عندكش شي نيفو واحد اخر، كاين الهاي سكول نو ديغري، هذيك الهاي سكول نو ديغري تتعني انك عندك المستوى الثانوي، يعني قريتي حتى البكالوريا ولكن ما خديتيهاش، عندك نيفو باك. بالنسبه للنقطه الثالثه فهي الهاي سكول ديغري، يعني قريتي الثانويه قريتي البكالوريا وخديتي الباك ديالك، يعني عندك الباك ديالك،
وهادو هما اللي كيقولوا يعني خاصك الا بغيتي تدفع خاص يكون عندك الباك. الفوكاشنال سكول هما الناس اللي عندهم التكوين المهني، يعني قراو ومن بعد مشاو داروا التكوين المهني، يعني ما كملوش الدراسة ديالهم. سام يونيفرسيتي دوغري كورسز يعني انك تقرا في اليونيفرسيتي، مشيتي اليونيفرسيتي خديتي الباك ومشيتي للجامعة كتقرا في السنوات الاولى من الجامعة، السنة الاولى الثانية يونيفرسيتي دوغري يعني قريتي الجامعة وخديتي الإجازة ديالك، يعني عندك لا ليسانس. سام جرادويت ليفل كورسز يعني كتحضر الماستر ديالك، وبالنسبة للماستر دوغري يعني أنك خديتي الماستر ديالك. وسام دكتوريت ليفل كورسز يعني كتحضر في السنوات الأولى كتحضر الدكتورة، ودكتورة دوغري يعني عندك الدكتورة ديالتك. وهنا كاتبين واحد الملحوظة بأن الناس اللي عندهم هاي سكول دوغري يعني عندهم البكالوريا هم اللي كيتقدموا البكالوريا فما فوق، كيتقدموا لهذه القرعة العشوائية، ولكن كاين حتى الناس اللي عندهم نيفو باك وما ما خدوش البكالوريا ديالهم، فبإمكانهم يدفعوا لهذه القرعة الأمريكية على شرط أن ديك الخبرة أو المهنة اللي كيمارسوا خاصة تكون مطلوبة في سوق الشغل الأمريكي. وباش يعرفوا ان المهنه ديالهم مطلوبه فكيدخلوا على هذاك السيت اللي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف onetonline.org، كيدخلوا ليه وكيشوفوا واش داك المهنه ديالهم فهي مطلوبه، وفيه بزاف ديال الشروط. فالناس اللي ما عندهمش البكالوريا وبغاو يقدموا على القرعه الامريكيه وبغاو معلومات اللي باش يعرفوا واش المهنه ديالهم مقبوله ولا ماشي مقبوله، فيخليوا لي في التعليق الا بغاو ندير ليهم فيديو على هاد المهن المطلوبه والغير المطلوبه في القرعه الامريكيه. الان وصلنا النقطه 14 اللي هي what is your current material status، يعني الحاله العائليه ديال الشخص، واش متزوج ولا غير متزوج. فإلا كان غير متزوج كيختار هذيك ان ماريد، وإلا كان متزوج والزوجة ديالو غير مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية أو ما عندهاش الجنسية فكيختار هذاك الاختيار الثاني، وإلا كان متزوج والزوجة ديالو عندها الجنسية الأمريكية أو عندها الإقامة الدائمة في أمريكا كيختار الاختيار الثالث، وإلا كان مطلق كيدير ديفورسد، وإلا كان أرمل تيدير ويدود، وإلا كان ليغالي سيباريتد فكيختار الاختيار الأخير. وملي كيختار داك الاختيار يعني هو قانونيا مطلق فكيطلبوا منه المعلومات عن الشريك ديالو. ودابا غادي ندوزو للنقطة الأخيرة في هاد الصفحة اللي هي number of children واللي هو عدد الأبناء. فالأشخاص اللي متزوجين كيكتبوا عدد الأبناء اللي عندهم، يعني واحد ولا جوج ولا ثلاثة. بالنسبة للأشخاص اللي ما متزوجينش فما كيعمروش هذيك الخانة، وبالنسبة للأشخاص مثلا اللي متزوجين وما عندهمش أولاد فكيديروا صفر، ومن بعد كنضغطوا على كونتيني باش كنمروا للصفحة الموالية. فمن بعد ما ملأنا هذيك الصفحة الأولى فكنديروا كونتيني، كيعطونا هاد الصفحة هذه الثانية كيقول لك الى كيعطوك جميع المعلومات اللي دخلتي باش الى غلطتي في شي حاجه كيقول لك عاود راجعها، الى غلطتي في شي حاجه باش ترجع تقادها قبل ما تدير سابميت. وكتمشي الى بغيتي غلطتي في شي حاجه وبغيتي ترجع ما كترجعش من البيسي، كتمشي لديك جو باك تو بارت 1 يعني كترجع منها. وعادة باش من بعد في التحت كيعطوك هاد سابميت، ملي كدير سابميت فمعناتها ان القرعة ديالك صافي راه مشات، راك تسجلتي راه وصلاتهم. وغادي ندوز باش نوريكم اشنو الورقة اللي كيصيفطو لكم همايا اللي كتحتفظوا بها باش تعرفوا راسكم واش نجحتوا في القرعة ولا لا. وهذه هي الكونفيرماسيون اللي كيصيفطو لكم بان مرات توصلوا بالقرعة، فكيكون فيها السمية ديال الشخص اللي تقدم على القرعة والكونفيرميشن نمبر. هذاك الكونفيرميشن نمبر هو اللي ملي كتخرج القرعة في ماي فهو اللي كتمشي باش كتشوف كتدخلو وتيقولوا لك واش تقبلتي ولا لا، وكيكتبوا year of birth يعني السنة اللي تزاديتي فيها، وديجيتال سيجنتر هذاك حتى هو واحد الرقم تيعطوه لكم. فهاد الورقة ضروري تحتفظوا بها فخزنوها وامبريميوها
وحاولوا تديروا حتى شي دوسي وسيليكسيوني وهذيك هاد الكونفيرماسيون وحطوها في هذاك الدوسي يبقى عندكم باش ملي تطلع القرعة تدخلوا هذاك الكونفيرميشن نمبر باش تشوفوا راسكم واش تقبلتوا. كنتمنى حظ موفق للجميع، والله ييسر لكم كاملين ويسهل عليكم، وكنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو وتستافدوا منه وتقدموا على الهجرة بوحديتكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا ليا لايك وتسجلوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.